اهلا وسهلا بالسيادتك، نورتنا. حضرتك الله يخليك. مصطلح الطب الشرعي الرقمي ده بقى موجود دلوقتي، بتتعامل بيه او يعني اصبحت عندنا هيئات خاصه بهذه الجزئيه؟ طبعا اولا بشكر حضرتك على الدعوه الكريمه وبرنامج 90 دقيقه وقناه المحور والساده المشاهدين. خلينا نقول ان الطب الشرعي الرقمي هو احدى فروع الطب الشرعي، تمام، بس هنا بيتكلم على الاجزاء الرقميه او الاشياء الرقميه، الاشياء اللي هي موجوده من خلال التكنولوجيا، الاجهزه الذكيه، الانظمه الذكيه، الشبكات. وجود الطب الشرعي الرقمي مهم جدا، او الادله الجنائيه الرقميه مهمه جدا لمساعده العداله، لان زي ما حضرتك لسه ذاكر في المقدمه بتاعت حضرتك دلوقتي قلت ان اصبح العالم عالم تكنولوجي، عالم بلا اوراق، التكنولوجيا اصبحت موجوده في كل مكان، تمام، فاصبحت الجرائم التقليديه يتم ارتكابها بطرق تكنولوجيه، تمام، او جريمه تقليديه تم ارتكابها وفي ادوات تكنولوجيه تقدر ان هي تشوف الجزئيه دي، تمام. فاحنا عندنا حاجات مهمه جدا لازم نتكلم فيها. اولا نتكلم عن الجرائم، تمام. أيوه. هو احنا عندنا جرائم تكنولوجيه، عندنا جرائم تكنولوجيه، بس بينقسموا الى قسمين، جرائم تستخدم التكنولوجيا وجرائم تكنولوجيه. جرائم تستخدم التكنولوجيا وماشي، وجرائم تكنولوجيه. طب ايه الفرق ما بين الجرائم التي تستخدم التكنولوجيا والجرائم التكنولوجيه؟ خلينا نبدا بالجرائم التكنولوجيه. جريمه تكنولوجيه زي اللي كانت هتحصل مع حضرتك من شويه وتوقفت تماما، اللي هي اختراق اجهزه مثلا. هو بس النت هو اللي كان ضعيف، تمام، فنجحنا، لكن هو الدكتور كان هيخش في ثواني يعني يجيب كل حاجه قديمه وجديد. تمام. يعني دي من ضمن الجرائم التكنولوجيه. عندنا جزء تاني اللي هو تعطيل الشبكات والبنيه التحتيه المعلوماتيه، دي جريمه تكنولوجيه. الديدوس اللي هي هجمات الخدمه الموزعه او حجب الخدمه، تمام، ديت اللي هي تعطيل مواقع الويب العامه والكلام ده كله، دي جريمه تكنولوجيه. طيب الجرائم التي تستخدم التكنولوجيا بقى زي ايه؟ السب والقصف عبر الانترنت، دي جريمه تقليديه. موجوده فين؟ موجوده في الطبيعه العاديه، وبتتم من خلال تطبيقات السوشيال ميديا ايا كان نوع التطبيق. عندنا دي جريمه، طبعا ده احنا كده ممكن نحاكم نص البلد. دي جريمه يا فندم. وخلي بال حضرتك القانون المصري بيعاقب بيها. يعني القانون المصري بيعاقب بيها. واحنا عندنا دلوقتي، يعني قديما ما كانش فيه قوانين لمكافحه جرائم الانترنت، حاليا لا، في جهاز مكافحه جرائم الانترنت وفي اجهزه كتيره جدا بتتعامل مع الجزئيه دي، تمام. خلينا نقول ان السب والقصف عبر الانترنت انتحال الصفه، تمام، ان انا اخد بيجي واحط صوره حضرتك واقول ان انا وابتدي اتعامل مع الجمهور. دي يحاسب عليها القانون؟ طبعا يا فندم. لا. طبعا يعني دي بتحصل كتير على الفيسبوك وانستجرام، تلاقي واحد واخد صورتك وعامل بيها بالزبط. ودي حصلت لي مره برضه، وممكن يعني للاسف شديد يحصل عمليه نصب بيها كمان، تمام. ده انا مره واحد قال انه كان بيقول ان انا، وبيروح راح عشان يلم فلوس من الناس، يقول انا بدي كورسات في الاعلام وبيتكلم على اساس انه انا، وراح يلم فلوس من 5-6 سنين. الكلام ده انا وكذا اعلام صديق، حاطط صوره حضرتك وعامل اكونت باسمك وعايز يروح يلم فلوس على قفانا. بالظبط كده. ما دي جريمه يا فندم. خلي بال سيادتك، تخيل بقى انا عملت مكتب في الوضع الطبيعي خالص، الفيزيكال العادي خالص، رحت عامل مكتب، ومكتب ده كتبت عليه اسم حضرتك وقلت الكورسات الاعلام كده، انتحلت صفه ولا لا، وعملت جريمه ولا ارتكبت جريمه، تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا، يعني ده زي انتحال الشخصيه. بالظبط يا فندم. ثالث حاجه موجوده عندنا كمان، سرقه الحسابات. ان حد يسرق الحساب بتاعك، دي جريمه شائعه جدا، دي جريمه ودي موجوده. وخلينا نقف هنا لحظات، وبياخد الحسابات وبعدين بيطلب منك فلوس عشان يرجع لك الحسابات. بالظبط. خلينا، دي حصلت معايا برضو مره. وخلينا نقف، تحرك عندك بقى اكسبيرينس والله العظيم. بس شفت دلوقتي كنت بامن شويه الموبايل. لا خالص، مفيش كلام ده. لو عايز نجرب نجرب، احنا موجودين مع بعض. هو انا بلاحظ ان هو عمال ينور ويطفي فيه. ايوه اكون اخترقت وانا ما اعرفش، ما جيتش جنب حضرتك. ماشي. فخلينا نقول بقى ان عندنا كمان الفتره ديت بيحصل سرقه الحسابات بطريقه يعني كتير جدا، بطريقه غير يعني طبعًا. سهله جدا. ايه هي؟ بيجي لحضرتك اشعار ان هو مش شركه اصلا اللي حضرتك مشترك معاها في السوشيال ميديا ديت، او بالزبط. الويب سايت دوت، او موقع التواصل الاجتماعي ده، تمام. يجي لك اشعار ان انت انتهكت الخصوصيه الخاصه بالايه، بالتطبيق. اوكي، خدوا بالكم دي قوي. لان دي هي المتداوله حاليا. ايوه. واللي عامل البيج دي، اللي بتبعت لك اشعاره وبيمنشن لحضرتك من خلالها، حاطط اللوجو بتاع الشركات. بالظبط. تمام. فحضرتك بتحس ان هي رساله حقيقيه. ايوه حقيقي. مع ان هي رساله تصيد فيشنج،
هو اللي عايزه اللي عايزه من حضرتك ايه تدخل. طب انا انتهكت الخصوصيه فين او انتهكت حقوق الملكيه فين؟ هيقول لك ده اللينك بتاع حضرتك اللي انت انتهكت فيه. بتحصل كتير قوي على الفيسبوك. مجرد الدخول عليه يا فندم هو بيقدر يتمكن بكل سهوله ان هو يقدر يمسك الحساب بتاعك او يهاك الحساب بتاعك ويغير البيانات الاساسيه بتاعته. تمام. دي اول طريقه. تاني طريقه بتبتدي حضرتك وانت داخل على اللينك ده، بيطلب منك انك انت خلاص داخل على البلاتفورم الاساسيه، هو واخد الشكل بتاع البلاتفورم بتاع الموقع، فيجي يطلب من حضرتك دخل يوزر نيم والباسورد بتوعك. دخلت اليوزر نيم والباسورد بتوعك، الشخص التاني ابتدى يسرق الداتا اللي موجوده عندك، ابتدى يغير الباسورد بتاعتك، ابتدى يغير الايميل اللي حضرتك عامل عليه التو فاكتور اوثنتيكيشن بتاعتك. تمام. ابتدى يغير عوامل المصادقه بتاعته، غير رقم موبايلك، اصبح هو المتحكم الرسمي، ودي متداوله بشكل كبير جدا كل لحظه ومش كل يوم. تمام. وفجاه تلاقي ابتدى ينشر حاجات، ومش كده بس لا يكتفي بذلك. بيعمل ايه الشخص؟ يروح باعت رسائل على الماسنجر. تمام. او على طريقه التواصل ايا كانت ايه هي، ان هو حضرتك وعندك مشكله بتقابلك، او خش على الرابط التالي دوت عشان انا عامل مثلا حلقه مهمه لازم تخش تتفرجوا عليها. يبتدي الاشخاص التانيين يثقوا في حضرتك. فبناء على ثقتهم في الرسائل اللي جايه من الاكونت بتاعك يبتدوا يدخلوا، فيقدر ياخد اكتر من حساب في وقت واحد. تمام. يجي يطلب بقى فلوس ليها. تمام. لما تيجي تدفع فلوس في حاجه زي كده تاكد ان هي مش هترجع لك. هو بيبتز حضرتك وبياخد فلوس وهياخد تاني بالظبط كده ومش هيرجع لك. فايه الاجراء القانوني؟ الاجراء القانوني ان حضرتك تبتدي اولا تحرر محضر باللي حصل ده، لان هو ممكن ينشر حاجه على الصفحه بتاعتك تكون غير اخلاقيه او حاجه تكون غير مناسبه لوضع سيادتك. فلما حضرتك تبتدي تحرر محضر بتبتدي الجهات المختصه وجهاز مكافحه جرائم الانترنت بياخد الاجراءات الرسميه الخاصه بذلك. تمام. ولا يتوانى، وكل حاجه بتحصل في السريه تامه. تمام. ولما اجي اعمل محضر لشخص عمل اي حاجه الكترونيه معايا، ما ينفعش اعرفه ان انا هعمل لك محضر. انا ابتدي اجريه، ابتدي اقول له طب ايه الحل، طب انا هعمل معاك ايه، أجري. طب عايز فلوس. طبعا. لان لو حضرتك ابتديت تقول له انا هعمل لك محضر، فهو بكل بساطه ممكن بكل بساطه يروح لاغي كل حاجه، وكل حاجه مش ظاهره عنده. تمام. احنا عندنا جهاز قوي جدا اللي هو جهاز اي جي سيرت، يمكن في صور على الشاشه طالعه من عنده. اي جي سيرت الشبكه الوطنيه لطوارئ الحاسبات، دي شبكه مصريه من ضمن مجهودات الدوله المصريه. الشبكه دي دايما بتعلن عن كل ما هو جديد في عالم الثغرات الامنيه وكل ما هو جديد يخص التحديثات. احنا لازم نتابع التحديثات. تيجي تقول لي هنا التحديثات هي مهمه؟ التحديثات التحديثات مهمه جدا جدا بشكل لن يتخيله احد. لان التحديثات بتسد الثغرات الامنيه، فلو في ثغره امنيه ممكن اي حد يدخل على الجهاز بتاع حضرتك من خلالها. التحديث ده بيبقى شاف الثغره الامنيه فين وبيبتدي يوقف الثغره الامنيه دي. تمام. سواء في انظمه التشغيل او في التطبيقات. نيجي بقى الجزئيه مهمه قوي، وهي الابتزاز الالكتروني. الابتزاز الالكتروني جريمه في حق المجتمع. وخلي بال حضرتك، هو الابتزاز الالكتروني مش لسيدات فقط، ده لراجل او لست ايا كان. دي نقطة في منتهى الأهمية دي. بالظبط بالظبط. وللأسف الشديد أولادنا وبناتنا والمجتمع بتاعنا بيتعرض ليه بشكل كبير جدا. ليه؟ بسبب عدم الحفاظ على خصوصية الصور وخصوصية البيانات بتاعتهم. هنذيع برضو بعض الحاجات من اي جي سيرت اللي حضرتك. تمام. بالظبط كده. برضو الناس تقراها واحنا بندردش. بالظبط كده. الخصوصية مهمة جدا، إن احنا نحافظ على الخصوصية ونبتدي نحافظ على بيانات الخاصه بينا ونبتدي نحافظ على تامين الاجهزه بتاعتنا، دي حاجه مهمه قوي. طيب الابتزاز الالكتروني، لابد من اي شخص يتعرض لابتزاز الكتروني لا قدر الله، اول حد يبلغه يبلغ الاسره. لان الاسره هي خط قوي من اجل حقوقه. بالظبط. لان في ناس بتستسلم حقيقه وبتخاف. دي حقيقه. يعني دي هي صراحه حاجه تخوف. يعني برضو الصوره اللي قدام حضرتك او قدام الساده المشاهدين على الشاشه ديت، يعني اي سيرت بيتكلم عليها والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيتكلم عليها من فتره طويله جدا. يعني ان لازم يبقى في مقاومه عشان حق المراه، حق المراه ما ينفعش ان انا ابقى امن او هي تبقى امنه ويحصل ابتزاز. تمام. الابتزاز ده من ابشع الجرائم. بسببه ممكن ناس تنتحر او حصل بسببه. حصل بالظبط. حصلت البنت اللي في العريش انتحرت. يعني بسببه حاجات كتيره جدا ممكن تحصل، ممكن تحصل تتدمر. التكنولوجيا سلاح ذو حدين. لابد من اتخاذ الاحتياطات اللازمه للتامين والخصوصيه وحمايه البيانات والصور. التطبيقات كلها والمواقع كلها بتجيب لنا الكلام دوت.
نيجي بقى الجزئيه مهمه جدا، ودي برضو معلومات مهمه للاطفال. اه احنا بنشكر حضرتك على الحاجات اللي جبتها لنا دي، دي مهمه يعني جدا يعني. دي بمناسبه الاطفال احنا فعلا كنت لسه بتكلم مع حضرتك، احنا عاملين برنامج للتوعيه للاطفال قوي جدا اسمه سايبر جونيور. سايبر جونيور، سايبر جونيور حلو قوي. سايبر جونيور برعايه معالي وزاره التضامن الاجتماعي. ايوه سايبر جونيور برعايه مؤسسه القاده العلوم الاداريه والتنميه ووزاره التضامن الاجتماعي. برنامج مجاني بالكامل اونلاين. حلو قوي. احنا دخلنا الاطفال من سن 10 سنوات لسن 15 سنه. تمام. سن 5 من 10 ل 15 سنه. ابتدينا نعلم الاطفال ازاي يحافظوا على الخصوصيه بتاعتهم، ازاي يامنوا الاجهزه بتاعتهم، ازاي يقدروا يكتبوا كودينج برمجه، وعلمناهم برمجه. ابتدينا نعلمهم علمناهم بايثون، ازاي يقدروا يكتبوا بايثون، وكتبوا وعملوا بروجكت، واحنا ان شاء الله عاملين لهم حفله قريب باذن الله. حلو قوي. تمام. في النسخه الاكبر منه بقى احنا عاملين سفراء الوعي التكنولوجي برضو برعايه معالي وزاره التضامن الاجتماعي. في اكبر نخبه من الساده محاضري تكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني في مصر، وده برضو برنامج مجاني. احنا مخرجين 3 دفعات لحد دلوقتي، وان شاء الله 15/8 هنطلق الدفعه الرابعه. تمام. مخرجين 8000 متدرب لحد دلوقتي، وبيحصلوا على شهادات دوليه وشهاده بكل محاضره بيحضروها. كل اهميتنا في الموضوع دوت ان هو ازاي يامن الانظمه والبيانات، ويامن المؤسسه بتاعته اللي هو شغال فيها والبيانات الخاصه بيه. عندنا كمان اشاره واضحه ورد الموضوع الابتزاز ده وهركه، انه السجن مده لا تقل عن 6 اشهر وغرامه لا تقل عن 50000 جنيه ولا تتجاوز 100000 جنيه او بالعقوبتين لكل من ارسل بكثافه العديد من الرسائل الالكترونيه. ايه ده يعني؟ حتى لو حد بعت لي رسائل وانا مش موافق على استقبالها، ده عشان كده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعلن من اسبوع بالظبط. أيوة. ان هو هيبتدي يعمل اعلان ان في ده اعلان، او الرقم اللي بيرن عليك ده رقم خاص باعلانات او بدعايه، عشان حضرتك مش عايز ترد عليه. زي زمان كان بيجي لنا رسائل مثلا شركه كذا، شركه اكس بتعمل كذا وكذا وكذا، كانت بتيجي بكثافه لكل الناس. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقف دوت بسرعه. يعني حتى لو جالي رسائل بكثافه فانا من حقي. طب اقول لحضرتك الحاجه يعني ده يعتبر في اطار الابتزاز بالظبط. والله مش شرط اتعرض. لا دي في اطار الرسائل المزعجه. المزعجه تمام؟ بس قصدي يعني من ضمن الحاجات اللي عاقب عليها القانون. طب الجهاز القومي عمل ايه برضه لتنظيم الاتصالات؟ من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمل صفحه للابلاغ عن الرسائل والمكالمات المزعجه. ايوه. ان حضرتك في حد بيعاكس حضرتك او بيبعت بيبعت رسائل بكثافه، حضرتك كل اللي هتعمله هتخش على الصفحه الخاصه بيهم، هتحط رقم حضرتك، بياناتك، رقم الشخص اللي بيبعت لك، الوقت اللي اتصل بيه. طب ليه بياخدوا الكلام ده كله؟ لان احنا عندنا ما يطلق عليه الفيك كول، المكالمات المزيفه. ويمكن جربتها مع حد من الساده الاعداد عند حضرتك امبارح. تمام. المكالمات المزيفه اني ممكن شخص يكلم حضرتك من نفس رقمك. أيوة. او يكلم كلمني من نفس رقمك. من نفس رقمك او من رقم المخرج بتاع البرنامج. اوكي. تمام. او يكلمك ومش هو اصلا يعني. ممكن يكلم بقى حضرتك من سيرفيس موجوده. تمام. ممكن يكلم حضرتك من خلال رقم مخرج بتاع البرنامج. النهارده مثلا قبل البرنامج يقول لك معلش احنا الحلقه هتتاجل النهارده، او منتج الحلقه هتتاجل النهارده، او يبعت لحضرتك تكست مسج حتى وهتجي لك باسمه. تمام. فدي من ضمن الحاجات اللي فيها مشكله كبيره جدا بالظبط. تمام.